هي الهلال الأحمر الفلسطيني. 17 بلدية. أولا عدد السكان، بلغ عدد سكان قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة حوالي 900,000 نسمة، والذي أصبح اليوم بفعل التهجير القسري لسكان مدينة غزة ومحافظة الشمال غزة إلى 1,700,000 نسمة، أي أكثر من ضعف عدد السكان الطبيعي. ثانيا مياه الشرب، يوجد في محافظات الجنوب 80 بئرا لاستخراج وضخ المياه، والتي تعتمد بشكل أساسي على شبكة الكهرباء، والتي تم قطعها منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، ولقد تم تشغيل هذه الآبار على المولدات الكهربائية والتي تعمل بالسولار، وهذه المولدات غير مصممة للعمل على مدار الساعة، حيث أنها مولدات طوارئ في فترات متقطعة وليست مستمرة. واليوم وفي هذه الساعات التي نتحدث فيها تم استنفاذ كامل مخزون السولار لدى البلديات، وفي حالة توقف الآبار وعدم توريد السولار بشكل عاجل فإننا أمام مأساة الموت عطشا لجميع السكان، والبالغ عددهم في قطاع غزة إجمالا 2,300,000 نسمة. ثالثا مضخات الصرف الصحي، توقف كامل لجميع مضخات الصرف الصحي، وهو ما أدى إلى طفو مياه الصرف الصحي في الشوارع والأحياء، وشكل مكروهة صحية وبيئية وانتشار للأمراض. ونشهد الآن تدهور في الحالة البيئية الناتج عن تراكم النفايات في الشوارع والأزقة وكافة الأحياء، وانتشار الأمراض والأوبئة بكافة أنواعها. وإننا إذ نطع العالم كله، العربي والإسلامي والدولي وجميع أصحاب الضمائر الحية والضمير الإنساني في العالم، نناشدكم جميعا ونخاطب قلوبكم وعقولكم وضمائركم للعمل على إغاثة ومساعدة أهلنا وشعبنا، وذلك بالعمل على التالي: أولا فتح معبر رفح لدخول الوقود وكافة المساعدة الإنسانية والغذائية والطبية، وإدخال الوقود كأولوية قصوى لتشغيل آبار المياه، حيث أن البلديات في قطاع غزة تحتاج يوميا إلى 100,000 لتر من السولار لتشغيل الآبار ومضخات الصرف الصحي. ثانيا توفير الآليات اللازمة لعمل البلديات في إزالة الأنقاض وفتح الشوارع ونقل النفايات المتكدسة بين السكان لرفع المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن تراكم هذه النفايات. ثالثا توفير الأمن والحماية لطواقم البلديات التي تعمل على مدار الساعة حفاظا على الأمن الصحي وحفاظا وتقديما للخدمات للسكان. رابعا توصيفا للأوضاع في محافظة غزة ومحافظة شمال غزة،
والتي تشهد حرب إبادة جماعية وتهجير قسري، حيث تم استهداف عدة مرافق منها آبار وخزانات المياه، وتم استهداف الطواقم العاملة والتي ارتقى منها عدد كبير من الشهداء، وهي بحاجة ماسة إلى جميع ما تم ذكره أعلاه من وقود وآليات وحماية للطواقم العاملة. كانت هذه صورة مختصرة للمعاناة والأوضاع الإنسانية التي تعاني منها البلديات ويعاني منها شعبنا، وتقديماً مبسطاً لاحتياجات البلدية الأساسية، وكلنا أمل ورجاء في الاستجابة السريعة والعاجلة لتلبية هذه المطالب الإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور أحمد الصوفي رئيس بلدية رفح عن بلديات جنوب قطاع غزة، المحافظة الوسطى، محافظة خان يونس ومحافظة رفح.